ماشي هاد الهضره سي عبد الحالي، ماشي هاد الهضره. ودار لي هذيك المسرحيه طلع لها الدم بحالك. مسرحيه ديالي الا تفرجتي فيها غادي تجيك التبوريشه والرعده وبارد وسخون وما يفوتك الحال حتى تمشي لمولا يعقوب. واني بير وانت واش بلي بير؟ ارى واحد الورقه اخرى. شنو؟ ورقه اخرى. لاش باغا ورقه اخرى؟ غنجيب معايا مسيو باش يتفرج فيك وانا متيقلي بلي غتعجبو. سبحان الله العظيم، هي انت دابا مدام وعندك مسيو؟ اييه. انا انت بالسلامه باقي بلا انا ما كاينه. سلام عليا عفاك، لا تنساني عفاك، وخي خي داك العام صحيبي صحيبي، هاد العام خي خي العام الجاي بي بي. واه يو كما قلت ليك انا بحري والبحر واعر، وما ديريهاش مني قلت صواب. وسمحي لي لا تقلقت عليك واحد شويه. لا ما كاين باس ما كاين باس. كتعرفي مع الجزري والدعايه راه قبل ما نجي عندك في العماله على واحد الباسبور ديالي، وحيت دابا باقي ما عطاوهش ليا راه ديالهم. لا كاع ما تخاف، نتوما الفنانه عندكم تسهيلات والباسبور بغيت تاخذه. واودي اش من تسهيلات، يكتبوا لك الكاريان في سميتك ما يعطيوك باسبور. واللي خدا الطعنه بسيف وافي على فراق الحباب روحو عواله، الباسبور دارو منو حجابي شافي، وازاد الباسبور اللي كملو ساله. الا نبكي انا على باسبوري غدا ديرو بلاص ما تحفى وتقلب على الخدامه. في الظلمه ينهارو كتافي، واللي عليل ما تفخر به فرنسا، واللي عليل ما تفخر به فرنسا. ايام الرشوه تفوت والخدامه يقلالو، ايام الظلم تفوت وناس هيغيبو. هاد البندير ديالك بلا شك ياك؟ لا ديال الشركه، هاد الايامات داروا به شي حفله. ايوا دابا ملي تفاهمنا شنو رايك انا وياك واحد القصيده، انت غتضربي البندير اللحن ساهل وانا نن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 ن
راني هز البندير وقلت نغني وانا نانانا. اش غنقول ليه؟ الباترون ضربي على حسابي، غنصيدو في السماء حيت هو مصيدني في الارض. انا راه نخاف من شاوش ما نخاف من الباترون، لان شاوش ديفيزيون واحد انا وياه. بحال في حياتي العاديه في الدرب نخاف من الحساس ما نخاف من المقاطعه. نزل الى جا الباترون قولي لي غنتقدم المواهب غنشارك في المواهب. لا 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 قولي لي غادي تشاركي في السهره العموميه. السهرات العموميه ضروري في كل سهره يظهروا ثلاثه الدريات اربعه جداد يعني تشجيعا منهم المواهب النسويه. هاد القضيه عندك الحق فيها، هاد الظاهره انتشرت وكثرات الهضره عليها، وفي كل سهره كيظهر عدد المطربات اكثر من المطربين. بغيت غير نسولك علاش الدراري ما كيشجعوهمش؟ لا الدراري محتاجين بهم ملي كبروا يوليو طلبه. دابا الدريات يغنيو والدراري يغنيو ولا ماتوا شكون يقرا عليهم؟ اللهم شي يغني وشي يقرا عليه وصافي. مزيان مزيان تبارك الله تبارك الله عليكم. ما عندي ما نسالكم، ها راج والمراج ديالكم كيتسمع من على برا. ايوا هكذا تكون الخدمه، عفوا هكذا يكون النشاط ولا فلا؟ ادويوا ولاد الحلال كدوزوا شهر العسل على حساب الشركه. ايوا الا بغيتي تدوزوه سيروا دوزوه في الجرده ماشي هنا في الخدمه. ناري 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 وهذا دابا ضعيف وهضرته غليظه. عندك يكون غليظ بالصح نيت موسيقى اندلسيه هذه صلي سعاده البيه. شكون انت؟ انا بشعيد الشعبي ولد الشعيبيه المغضوب عليه. اش كدير؟ اش كندير؟ انا صحافي
حافي وصحافي. اه صحافي. صحافي ديالاش؟ صحافي كريم بوش ديال الجريدة. اه جريدة. اين جريدة؟ جريدة وهوة. جريدة وهوة؟ جريدة وهوة جريدة قديمة معروفة بوهوة، دابا حاضرا سميناها، كانت قديما اسمها واكواك، وحاضرا وهوة، وفي المستقبل ناري ناري قفرتوها. جريدة وهوة جريدة شعبية تقدمية ديمقراطية بيطالية، عندها جوج صفحات، صفحة كدافع على البطالة وصفحة على الخدامة المؤقتين. وبما أن شركة الفرافر الشركة ديالكم اللي راس مالها مفرفر، والخدامة ديالهم المستقبل ديالهم تابع الفرافر، والفرافر كيجيبوا البرد، والبرد يليق الخل، والخل كيليق الشلاضة، والشلاضة كاع ما كياكلوها الخدامة ديال شركة الفرافر. شي كياكل شلاضة وشي ما كياكلهاش، هذا قانون ولا شلاضة؟ سي عبد الحليم اسمو سي عبد الحليم. إلا كان هذا اسمو عبد الحليم، أنا اش غتكون سميتي؟ زي الهوى يا حبيبي. سيدي اش حب الخاطر؟ انا مفتي الشغل. مفتي الشغل؟ اوه مفتي الشغل ومصيدني. اش هاد قلت الشغل؟ اش هاد قلت الادب؟ اش هاد قلت الحياة؟ اش هاد اللغة باش كتهضر معايا؟ ما تغوتش معايا، لك انت مفتي الشغل شغلك، يخافوا منك اللي خدامين، انا راه ما خدامش، انت خصك تخاف مني. انا نخاف منك؟ يلا انا نخاف منك. يلا قولي لي انت فين هاد المسؤولين وهاد هاد الناس اللي مسؤولين على هاد الشركه؟ المدير ولا الباترون ولا اللي كاين؟ انت عارف السيدي بالله كيخدموا في الصباح وفي العشيه. عارف 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 هادشي. المهم كيف دايره الحاله؟ والحاله هي الحاله، راه الحاله هي الحاله. وانت في اخر الشهر خرجوا 8 ديال الخدامه كبار لانتريت ورمبلاصاهم بجوج صغار. وانت شكون اللي هضرك؟ شكون اللي دواك؟ عرفتي هادشي؟ هادي هي المهنه ديالي، صحفي، هادشي اللي حاضي. تبرقيك. لا شكر على واجب. كتبي انتي الى السيد مدير شركة الفرافر. ماشي الفرافر. شوف 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 راه القراقر اللي كتبتي. لا الفرافر. اه الفرافر. اكتبها لي بالفرنساوية. ليف غافغ. ليف غافغ. من السيد مفتش الشغل السيد إحسان عبد القدوس. إحسان عبد القدوس. عندي ولد من العائلة ما خدامش اسمه صالح، هو ما صالح الوالو ترجمي. عنده ولد من العائلة يريد أن يشتغل ويريد أن يكون صالح، والمجتمع باغيه يكون صالح ترجمي. هذه كتبها غليظة، هذه كتبها غليظة. المجتمع باغيه يكون صالح. المجتمع يريده أن يكون صالحا، وخصو يخدم نهار اثنين مع الصباح أصلحك الله، ويريده أن يعمل غدا. أبنتي راه أن يعمل ماشي أن يغمل. حيدي النقطة. وفين باغي يخدم نهار اثنين ان شاء الله مع الصباح؟ هنا وفي كل مكان فيه الشغل. ايوا بما انك كتكلم على الشغل ومفتي الشغل وانا صحفي ديال جريدة وهو، هذا لقاء عظيم، اشنو رايك نعملوا استجواب وتتكلم لنا على الشغل وكيفاش البحث ديالكم على الشغل، وسمعناكم كتقلبوا باش يكون الشغل للجميع. واش يمكن لك تشرح لنا هاد المراحل كيف كتمروا بها، ويمكن امتى يتحقق هاد الشغل للجميع؟ ملي سولتيني على الشغل فالشغل ماشي شغلي، ولا كنتي كتقلب على الشغل انا مشغول. وديها في شغلك، راه كل قد بشغله. يلا انت ديها في شغلك. وانت ماشي شغلي. ماشي شغلي. انت كتقول لي ماشي شغلي. مزيان دابا تعرفني اشنو كان سوا، وتشغل بيا وتولي بيا مشغول. ماشي شغلو. انا ماشي شغلو قالك. بلاتي بلاتي على ريا سي عبد الحليم. اش درتي؟ قفرنا. تي مالك دخل حنش بوسكا؟ تي مال يا ويلي سيدها. راه محمق هذاك. مال واشنو انت عمرك شتي مفتي الشغل بحال كوك؟ هادشي اللي كتبت. اش كتبتي لا كارت مفتي الشغل اسمه احسان عبد القدوس؟
زويد الثروه هي اللي خاصه. اي والله يستر. راه يا حماق هذاك، راه بزاف الناس عندنا. احنا واحد في الدرب، واحد عندنا في الدرب عنده 44 عام ما عمره خدم، اسمه المدير، وعزيز عليه المدير، ما تغوتش عليه المدير ما يتكلمش ولا ما خدمش بعدا يتمنى. عرفتي اش غدير؟ يعطيني 400 ريال ديالي، زيد ديال الفرانك وبلا ما تشري الغاسور راسك نقي. مفتي الشغل راه من الاول، علاش قلت لي انا صحافي وداكشي؟ هاك السيدي ها الفرانك، يلا يا صافي. والله الا نقصت غير من المصروف. اي على كلمه مصروف، والناس راه كتناقش ما وراء البحار وما وراء السماوات، وحنا على المصروف. تياك المصروف مصرف، خليه يتصرف كيف بغى. مصروف وحيت ها نتوما عايشين مع راسكم الفنانه، وعايشين في الشهره والدعايه، تحبوا كل شيء. تياسم الشهره والدعايه، والله ما في راسك البودالي. تيا ما كاع يكتبوا عليك ويصوروا كاع، واش في الاخر يعلقوك؟ راه ما كاين مصعب من الشهره والدعايه ديال البخ. علاش حنا دابا ما عندناش مسارح؟ يلا حيت ما عندناش مسارح. ما غنتفاهموش، علاش حنا عندنا الفلاحه؟ حيت عندنا الارض صالحه للفلاحه. وعلاش عندنا البحاره؟ حيت عندنا البحر. وعلاش عندنا اللبن؟ حيت عندنا البقر. وعلاش ما عندناش المسارح؟ حيت ما عندناش. وحيت ماشي فنانه. وهاد الفنانه ما عجبوكش؟ يد وحده ما كتصفقش. غنعطيك عاوتاني مثال بسيط، كيقول لك اعطيني فنا اعطيك وعيا، ولا اعطيتيني الكرش نعطيك تقليه. داك الشيء راه مصوب في عصر العصور اللي داز، كيقول لك عصر التخلف، عصر الاميه، تكتبت رساله الغفران للمعري ومقدمه ابن خلدون وزيد وزيد. وفي عصر التكنولوجيا والحضاره والوعي، مول المام والكوتشي مول الهوندا. والحصول والدوزي بخير، وموعدنا يوم الخميس بالسينما البالية على الساعة 9 ليلا. على ذكر السينما البالية، علاش اختاريتي البالية؟ السمعة تاع خايبة وما كتعجبنيش. أكون شتي بعض المرات كان لعبوا في شي سينمات ما عندهم لا بيبان لا شراجم، وكان دخلوا حنا والجمهور من القوادس. وكما قالت مولات هذاك الشي كيتبارك، وتهرست القرعة وبقى الزيت معلق. ودوزي بخير الكبيدة. أسي عبد الحليم، من فضلك واش يمكن لينا نتلاقى قبل السهرة؟ أمك يا أمك جاتني الداوسة، صايق تالف نانانه، والراكب خايف نانانه، وسفينتنا وتحت المعوامة. وعلاش لا نتقاشعوا؟ نتقاشعوا الكبيدة نتقاشعوا. ولكن كما قلت لك، انا ما كنبغي داكشي ديال الصايق تالف والراكب خايف. الصايق خصو يكون حاضي، والراكب هاني، والسفينة فوق المعوامة. ما فهمت والو. راه ما كاين مصعب من والو تريكتو. تمشي للمحاكم تلقى يوم كومبلي ببنادم عرارم عرارم. مالك اش كدير هنا؟ على والو. علاش جابوك؟ على والو. علاش قاط الروح؟ لا والو. واش راجلك تا هو والو؟ ما كاين مصعد من والو، والو تريكتو خلو الناس كاع والو. تمشي اختي للمحكمة تلقايا كومبلي بنادم عرارم عرارم. علاش جابوك؟ والو. تاش كدير هنا؟ لا والو. علاش قاط الروح؟ لا والو. والو راجلك تا هو والو. اش من راجل الله يهديك، حنا راه باقي ما درنا في الطاجين ما يتحرق. حنا سيدي مازال في التكوين العائلي، نقدر ننجح انا يقدر يسقط هو، نقدروا ننجحوا بجوج، نقدروا نسقطوا بجوج، انا كل واحد وزهره. ايوا انا انت سي عبد الحليم، رانا عجباني افكارك وما نكرهش نتعرف عليها.
بلاتي بلاتي بلاتي، ولكن انا راه بحري، واش كتعرفي تعومي؟ السباحه هوايتي. ولكن راه البحر هايج واعر. انا راه فيه خلاقيت. ناغي ناغي ناغي. عرفتي يكون عندي شي جيتار كون غنيت عليك. فولي فام سوقكم سوق مطيار، فولي زوم دهسي درجال، فولي فام فولي زوم بوركوا با نو فيفر سون دريبلاج. اسمك الله. سميتي نجات. ونجات والمرضية هكذا يكونوا بنات رجال محضية. ونجات والمرضية هكذا يكونوا بنات رجال محضية. ونجات والمرضية هكذا يكونوا بنات رجال محضية.